وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني بارك الله فيك عن مشاركة مكتوبة وهي منتشرة كانت في الإنترنت والمنتديات منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، والآن يعني تنتشر على الواتساب. مكتوب فيها الفرق بين كلمتي إن شاء الله وكلمتي بإذن الله. ثم قال: متى يجب أن نقول إن شاء الله ومتى نقول بإذن الله؟ استخدام كلمة إن شاء الله تكون عندما نقوم بأنفسنا بعمل حاجة ما أو نتدخل بها شخصيا، مثال قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي أنهم هم سيقومون بذبح البقرة بأنفسهم. وكقوله تعالى: قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي أنهم هم سيدخلون. وقوله تعالى: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقوله تعالى: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، أي هو الذي سيصبر. وغيرها كثير في القرآن، أو غيرها كثير في القرآن. أما كلمة بإذن الله تكون لعمل ليس لنا أي تدخل أو يد فيه، بل هو بتدبير خارج عن إرادتنا. مثال قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فنزول القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له دخل أو يد فيه، بل هو من عند الله، أي يعني ليس للرسول دخل أو يد فيه، هو من عند الله. وكقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، انتصر القلة بتدبير إلهي، وإلا فالمنطق يقول أنهم يهزمون. وقوله تعالى عن جيش طالوت: فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت، فالنصر كان من عند الله تعالى فقط. وكقوله تعالى: وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله، فالسحر لا يضر الناس إلا بقضاء الله وإذنه فقط. انتهت الرسالة. ونقول هذا الكلام كلام غلط في غلط وخطأ في خطأ، ولم يقل به أحد من أهل العلم. هذا كلام أيها الكرام الفضلاء قص ولصق قاله صاحبه المجهول الذي لا يعرف حتى في المنتديات، هو لا يعرف من الذي كتب هذه المشاركة، لكن انتشرت على الفيسبوك وانتشرت على المنتديات إلى غير ذلك. والقائل في ذلك إنما هو ليس له أثارة من علم، إنما قص ولصق. لكن لو جئنا فهمنا أول ما يجب تحريره أولا بالنسبة لي إن شاء الله وبإذن الله، ما يجب تحريره أولا أيها الكرام الفضلاء أننا لابد أن نعلم أن المشيئة المشيئة. يقول الشيخ البراك حفظه الله على طاعته، يقول: المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، فلا يقال إن المشيئة نوعان شرعية وكونية، بل المشيئة كونية فقط. وليس لمن قال إن المشيئة نوعان ما يدل على قوله، بل المشيئة كونية فقط، وهي عامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن. فمما يضاف إلى الله الإذن، وهو شرعي وقدري، والقدر مقصود به الكون والقضاء والتحريم والبعث والإرسال وغيرها، كلها يجري فيها هذا. مثلا الإذن منه كوني وشرعي. قال الله تعالى في شأن السحرة، الآية اللي هو استدل بها هنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يضرون أحدا بسحرهم إلا بإذنه الكوني، إلا بإذنه الكوني. هنا ماذا قال هنا لما ذكر هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ قال: فالسحر لا، السحر لا يضر الناس إلا بقضاء الله وإذنه فقط. نعم، قضاء الله إيش؟ قضاء الله القدر الكوني وليس الشرع، لأن الله لا يحب السحر ولا يحب أذية المسلمين. فهذا يدل على أن الإذن هنا هو إذن كوني قدري. أما الإذن الشرعي
فكقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وإلا هنا لو أننا سلمنا بما قاله من قص ونسق هذا الكلام، الإذن يكون لعمل لسان أي تدخل فيه. كيف ما لكش تدخل؟ أنت رايح الآن تقطع شجرة، الآن ستقطع النخلة، ستقطع النخلة. لكن ما الذي منعهم؟ ربنا قال ما قطعتم من لينة، هم قطعوا النخلة. أو تركتموها قيمة على أصولها بإذن الله، يعني بإذن الله إيش؟ بإذن الله الشرع الذي أذن لكم، الذي أذن لكم. وبذلك انتقض كلام القائل أن المقصود هنا فيها أنه بإذن الله معناه كل عمل ليس لنا أي تدخل أو يد أو يد فيه. قطع الشجرة أنت لك يد فيه ولك تدخل فيه، لكن رغم ذلك، رغم أن لك يد فيه ولك تدخل فيه، هذا التدخل لا يكون بإذنك، إنما هو بإذن الله. يعني بإذن الله ماذا؟ بإذن الله الشرعي. فإذا قال الإنسان سأفعل كذا بإذن الله، وكان مراده إذا أذن الله، فهذا مفيد للتعليق الأمر، ومساو لقوله إن شاء الله، ومساو لقوله إن شاء الله. لذلك الشيخ بن عثيمين يقول: لا فرق بين بإذن الله ولا بين إن شاء الله، وهذا كله موجود عند السلف. ولذلك لما قال ربنا عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ابن كثير، لابد نرجع لأهل العلم يا أخواني، يعني بعض الناس حقيقة يعني يتساهل ويكتب ويرصف ويلصق، ما رجع لكلامه، يعني هذا كله كلام أتى به وقدح من رأسه مثل ما يقولون. قال ابن كثير: هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب. ولذلك النبي في البخاري ومسلم يقول: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأهل العلم يقولون: لا مانع أن تستبدل كلمة إن شاء الله بكلمة بإذن الله، فإنها تفيد نفس المعنى، والأولى البقاء على الوارد. ولذلك قال ربنا عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ولذلك العبد أيها الكرام الفضلاء لا يفعل شيء ولا يقدم طاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هنا ممكن تقول أيضا: إن شاء الله أفعل خيرات إن شاء الله، فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك، لكن هنا بإذن الله أي بإذنه الشرعي لك في فعل الخيرات، فلك تدخل في ذلك. ولذلك الإنسان يختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبذلك انتقض هذا الكلام الذي ذكر آنفا في مسألة التفريق بين إن شاء الله وبإذن الله. وأرجع وأقول لكم أيها الكرام الفضلاء: لا فرق بين الاستثناء بقول إن شاء الله ولا بقوله بإذن الله، لأن الاستعمالين متقاربان، فالتعليق على المشيئة يشابه التعليق على الإذن، كما قلنا إن المشيئة العامة والإذن كوني قدري، وكلاهما من خصائص الربوبية المستحقة للخالق تبارك وتعالى. ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في قوله تبارك وتعالى:
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول هنا المراد بالمشيئة هنا إذن الله له. ويقول الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الفاتحة والبقرة: إذن الله نوعان، كوني وشرعي. ولذلك يقول يرجع لقوله تعالى: فإنه نزل على قلبك بإذن الله. ويقول رحمه الله أيضا في لقاء الباب المفتوح لما سئل هل يجوز الاستثناء في الحال بغير إن شاء الله مثلا بإذن، قال نعم يجوز بإذن الله مثل مشيئة الله، كلاهما بمعنى بنفس المعنى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية وقالوا إن قولك بإذن الله استثناء كقولك إن شاء الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكري، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحريره صوتيا في عصر يوم الخميس، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام ل16 خلونا من شهر ذي القعدة الحرام لعام 40 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.